السلام عليكم. تبدو تعز محطة ميليشيا الانقلاب الأولى لإفراغ حمولتها من الانتقام الذي يتم بحق المدنيين في مدينة تتعرض للقصف باستمرار. ومن الواضح أن العلاقة بين الاعتبارات السياسية والسياسات العسكرية فيما يتعلق بتعز واضحة وجلية، فاختيار مكان وتوقيت قصف المدنيين لا يأتي من باب المصادفة، إنما يأتي في سياق متصل بالانقلاب والاجتياح الذي وضع تعز في مقدمة الحسابات القديمة الجديدة، إذا ما تعلق الأمر بمحاولة الانقلاب على المشروع الوطني والدولة الوطنية وإلحاق الأذى بالحواضن الشعبية لهما. الخطوة التصعيدية بقصف المدنيين من قبل الميليشيا تحتاج إلى الكشف والرصد باعتبارها الجريمة الممنهجة المستمرة بحق المدنيين من التنكيل والحصار إلى القصف اليومي، وهي النقطة الأولى لبداية مراجعة المواقف الأممية والإنسانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا بشكل عام. الحكومة الشرعية كما يراها متابعون تمتلك مجموعة من الأدوات السياسية والمدنية والعسكرية أيضا، ولكن حتى الآن لم تستخدمها بفاعلية فيما يتعلق باستكمال معركة التحرير في تعز. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني سيحاول البحث في مستجدات اللحظة الراهنة في تعز، من تجدد القصف المستمر على الأحياء السكنية إلى تفجير المنازل إلى تقرير ائتلاف الإغاثة الذي رصد تضرر 72 منزلا ومنشأة خلال سبتمبر الفائت، وحتى الأوبئة التي بدأت بالانتشار في ظل غياب النظام الصحي. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. تعز في مرمى قصف الميليشيا مجددا، والمراقبون للجرائم والانتهاكات يعززون تأكيدات أن الانتهاكات اليومية لن تتوقف، فعلى وجع تصحو تعز وعلى وجع تنام كلما هدأت شوارعها وأحياؤها المدنية المزدحمة بالسكان. عادت تلك الأحياء إلى مرمى قصف الميليشيا مجددا التي وضعت تعز ضمن أولويات تصفية حساباتها الداخلية والخارجية. فهذه المدينة على اتساعها لا تزال مسرحا لصواريخ الموت وحصار مر لأكثر من 17 شهرا أسود. يخوض أبناء هذه المدينة حرب استنزاف في محاولات كثيرة لكسر الحصار الخانق المضروب عليها من قبل ألوية الحرس المرتبط بالميليشيا القادمة من المرتفعات العليا. لا تهدأ المعارك إلا لتشتعل في تعز، ولا يترنح الحوثيون في جبهة ما إلا ليعودوا للانتقام من مدينة المدنية. المواجهة التي اشتدت في جبهة حسنات وأطراف صالة وقرب تبة المكلكل وفي أحياء التموين والدعوة والكمب وقرب القصر الجمهوري شرق المدينة ضيقت الخناق على الميليشيا في ميدان المواجهات ضمن الحرب المتكافئة وجها لوجه بعيدا عن المدنيين، لكن قوات المخلوع وميليشيا الحوثي اتجهت لتقصف بقذائف الهاون والمدفعية أحياء متفرقة من مدينة تعز، وعادت لتفجير منازل المواطنين وتحديدا في حي الجحملية شرق المدينة. تتسع دائرة جرائم الميليشيا أمام صمت المجتمع الدولي وتزداد مجازرها، فمن بئر باشا إلى أحياء كثيرة وصلتها صواريخ الكاتيوشا التي لم تستثني حتى أرياف المدينة التي كانت عرضة للقصف والألغام. في تقريره الشهري يقول ائتلاف الإغاثة في تعز إن 72 منزلا ومنشأة تضررت خلال شهر سبتمبر الماضي، ومنازل أخرى تم تفجيرها بألغام الميليشيا وعبواتها الناسفة. هذا التقرير وغيره فيض من غيظ الانتهاكات التي تتعرض لها المحافظة التي كانت عرضة لاجتياح وانتقام ميليشيا الانقلاب حتى هذه اللحظة وهذا المساء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير دكتور أحمد. لو بدأنا بالحديث عن تجدد القصف في تعز خاصة في الساعات الماضية، برأيك ما هي الدلالات التي يحملها القصف العشوائي لأحياء مكتظة بالسكان؟ بداية اسمحي لي أن أحيي الشعب اليمني ويحيي سكان تعز بالذات، أهلي هنا في تعز، على صمودهم الأسطوري في هذه المدينة التي تعتبر خزان البلدان الوطني والكبرياء الوطني في اليمن. بالنسبة لي قصف الميليشيات المتجدد على تعز، المدينة تحت القصف منذ شهور إن لم نقل عامين تقريبا الآن، ولكن في الفترة الأخيرة الآن
ازدادت فراوة القصف على المدينة كنتيجة طبيعية لاعتبار الميليشيات لهذه المدينة الخزان كما قلت البشري والوجدان الطبيعي للنظام الجمهوري. تعاقب هذه المدينة بشكل كبير على لأنها كانت محور رئيسي لثورة فبراير في 2011. لا. الآن للأسف الشديد أن نرى الميليشيات التي تعتبر يمنية بالأخير هم يمنيون، لكن يأخذون تعز كمدينة أو كرهائن ليبتزوا بها الآخر، ليبتزوا بها التحالف العربي ويبتزوا فيها النظام اليمني. للأسف أن وصلنا إلى هذا المنحدر السحيق وهذا المنحنى الذي لم أكن أتصوره، أن تقوم ميليشيات علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي بحصار ملايين تعز نكاية بخلافات سياسية أو نكاية بما يحصل لهم في معارك في مارب وفي نهم وفي غيرها. للأسف الشديد أن وصلت الأمور لهذا الحد. نعم، إذن دكتور يعني هل برأيك للأمر علاقة بخطابي التجيش الذين كان في الأيام السابقة عبد الملك الحوثي وأيضا علي صالح؟ نحن نعرف أن كلما تحدثوا عن الانتقام من السعودية أو ضرب السعودية يتوجه الضرب إلى تعز خصوصا في هذه اللحظات الراهنة. نعم، للأسف الشديد عندما نرى الخريطة العسكرية التي يتحرك بها الآن الحوثي وعلي عبد الله صالح نرى هي الحدود السعودية وتعز. في الشأن اليمني الآن هي تعز بالنسبة لهم يعتبروها كمنطقة كهدف مشروع لهذه الميليشيات للأسف الشديد. وأدى ذلك حقيقة إلى شرخ وطني عميق الآن في تعز. كيف نرى اليمنيين أن يحاصروا مدينة وينكلوا بأطفالها ويقصفوا مدنها سكانها والمدنيين فيها بهذا القصف الوحشي الغير مبرر؟ الآن علي عبد الله صالح أعلن النفير وعبد الملك الحوثي أعلن النفير، ثم رأينا قذائف هذا النفير تتجه نحو المواطنين وأطفال تعز. رأينا ما حدث في قبل أيام في برباشا وفي غيرها، وما زالت تعز تتعرض حتى هذه اللحظة إلى قصف مدني بشع لا يقل عن ذلك القصف الذي تعرضت له سراييفو قبل عقد من الزمان، أو البوسنة والهرسك بشكل عام، أو بيروت عند اجتياح الإسرائيليين لها في الثمانينات. للأسف الشديد أن وصلنا لهذا المنحنى السحيق الذي ترجم بشكل طبيعي النفسيات التي تتمتع بها هذه الميليشيات الدموية التي حاولنا قدر الإمكان أن نجرها إلى طاولة السلام. قدمت الحكومة أكثر من مقترح عبر الوساطة الدولية الواحدة تلو الأخرى، ولكن للأسف ما زالت هذه الميليشيات تراهن على استخدام البارود وعلى استخدام السلاح لتحقيق مآرب لها لا يمكن تحقيقها. نعم، إذا يعني برأيك أنت قلت يعني أن تعز أصبحت هدفا مشروعا للميليشيا، هل لذلك الأمر علاقة أو من الناحية السياسية والاجتماعية برأيك دكتور؟ للأسف أولا تعز تخوض معارك مع نظام علي عبد الله صالح منذ عقود، وعلي عبد الله صالح قالها في إحدى مراته أعتقد في منطقة الصلو في قبل 15 سنة أو أقل، حتى قال أن هناك ثار، بمعنى أنه لم ينسى ثار 78 عندما قبر الثائر ورفاقه عيسى محمد سيف ورفاقه في تلك الفترة. فبعد أشهر قليلة بدأت معركة علي عبد الله صالح مع تعز، وثار لم يتوقف حتى الآن للأسف الشديد. حتى الآن يعني نستطيع أن نقول أن تعز للأسف الشديد كذلك خذلها المجتمع الدولي. لا نجد موقف حاد أو موقف من المجتمع الدولي يتناسب مع ما تعانيه تعز حتى الآن. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة دكتور أحمد، الموقف الدولي وموقف المنظمات أيضا، ولكن قبل ذلك دعنا نذهب يعني سويا للاطلاع أكثر على الوضع الميداني. سيكون معنا الأستاذ محمد النقيب القيادي في المقاومة الشعبية عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد، بداية حدثنا عن يعني الأضرار التي حدثت من خلال القصف الذي استهدف تعز بالأمس وأيضا التطورات الميدانية.
هو الأضرار ليست البارحة فقط وليست قبل ساعة فقط، بل الآن وأنا أحدثكم والقذائف تتساقط وبالذات على الشرق مدينة تعز، كون الميليشيات عندما وصلت إلى حالة يأس من قدرتها على اختراق الجبهات وهي في انحسار دائم، لجأت للقصف العشوائي على الأحياء والمساكن والمنشآت والمارة، وبالذات في هذه المرحلة التي عاد كثير من سكان تعز الذين كانوا ناجحين خارج المدينة نتيجة لأن الجميع أيقن بأن تعز الصمود لا يمكن أن تسقط، وأن أبنائهم جميعا مطالبون أن يسهموا بتعزيز هذا الصمود، من لم يصمد بالجبهات يصمد في بيته، ونتيجة لهذا الشعور الفياض بالتلاحم الداخلي بين أبناء محافظة تعز وبين أبناء مدينة تعز الذين هم من كل سكان المحافظة من كل سكان الجمهورية، منهم من حجة ومنهم من الضالق ومنهم من رينا ومن صنعاء ومن دمار ومن أب ومن عدن، هذه التوليفة الرائعة التي هي موجودة في المدينة كسكان وموجودة في الجبهات كمقاتلين يتمترسون للدافع عن مدينتهم، لأن الجميع يشعر بأن تعز هذه ليست لفئة ولا لمنطقة ولا لأسرة ولا لقبيلة، هي لوطن. تعز وطن من لا وطن له، وقبيلة من لا قبيلة له. وبذلك عندما شعرت الميليشيات بأن هذا الشعور بدأ يترجم عمليا بشكل واضح من خلال صلابة المواقف وصمود الأبطال في الجبهات، بدأت تلجأ لقصف عشوائي. هي كثفت القصف العشوائي، هي تمارسه منذ البداية، لكنها كثفت باعتبار أن نظرتها لأبناء تعز كلهم غرماء لها، غرماء لمشروعها المتخلف، وهم حاجة صد لمنع عبورها لمنع عبور هذه الميليشيات للإضرار باليمن أرضا وإنسان. فالواقع يتعز من حيث القصف والأضرار الناتجة عنه مؤلمة، لكن البشائر تؤكد بأن تعز اليوم غير تعز الأمس، وأن مقاومة اليوم غير مقاومة ما كان الوضع في العام الماضي. نحن نشيد بالجهود التي بذلت من قبل المعنيين من دول التحالف ومن قبل السلطة الشرعية، هي فعلا لم ترتقي إلى مستوى الاحتياج اللازم والأهمية القصوى التي تمثلها تعز، غير أننا نطالب بالمزيد. نعم، إذن كيف تفسر التوقف؟ بإعادة النظر بكثير من المواقف ومن الفهم الخاطئ لبعض الأمور التي أخذت على أبناء تعز وهي بعيدة كل البعد عنها وعن مقاومتها، ورتب على ذلك أخذ بعض المواقف من بعض دول التحالف الذي بدأ الآن يعدل بشكل كبير، ونأمل أن تتعدل النظرة إلى فعل عملي مساند ومؤازر في هذه المدينة الصابرة، هذه المدينة الصامدة، هذه المدينة الثائرة، حتى تتمكن من إزاحة هذا الظلام ومن حماية الملاحة الدولية، لأن تعز اليوم في يعني لها أهمية بالغة، لها أهمية من حيث الحضور والترافع للمشروع الوطني، ولها أهمية. لكن أستاذ محمد، يعني لأنها مثلت أستاذ محمد، كيف تفسر عملية توقف تحرير واستكمال تحرير المدينة أيضا، ما أسبابه؟ هو ليس تحرير، هو فتح حصار. تعز محررة ولم تسقط، تعز لم تسقط كمدينة، لم تسقط كمشروع، هي حوصرت وضيقت وانزوى كثير من أبطالها الأشاوس إلى نقطة ضيقة في مرحلة معينة من المقاومة عندما اشتد وطأة العدوان عليها، وظلت محصورة في مربع لا يتجاوز 4 كيلومتر من جولة الأخوة لمن كان يعرف ذلك إلى جولة المرور، ومن ثم كانت هذه نقطة انطلاق وقاعدة صلبة انطلق منها المقاومون لينتشروا في أرجاء المحافظة وليس المدينة، وبقت هذه الميليشيات متنافرة في الأطراف. نعم، هي تحاصر تعز، تم فك الحصار عن تعز جزئيا، وهذا إن لم يتم استكماله سيظل مهدد، واليوم يدفع من أرواحهم أثمان لهذا التباطؤ في استكمال فك الحصار الكلي عن مدينة تعز. المنفذ الشرقي لمدينة تعز مغلق، والذي يريد أن يعبر من المدينة إلى الحوبان التي كان يعبرها ب10 دقائق أصبح اليوم يعبرها ب7 ساعات إلى 8 ساعات مرورا بمديريات ريفية متباعدة الأطراف، ممزق النسيج الاجتماعي وأرهق أبناء تعز بغية إسقاط هذه الإرادة الصلبة.
إلا أنهم ومع كل هذه الوحشية والقبح والوقاحة التي تكشفت للعيان وظهرت حقيقتها، زادت أبناء تعز والوطن عموما صلابة وشراسة وبسالة وثبات. نعم، إذن أستاذ، يعني هل سنشهد في الأيام القادمة، خاصة أنت تتحدث عن أن تعز اليوم ليست كتعز البارحة، هل سنشهد يعني كسر حصار تعز كما تفضلت أنها محاصرة وليست يعني محتلة من قبل هذه الميليشيا؟ نعم، هي تم فك الحصار جزئيا، الخط الرابط في المنطقة في غرب المدينة والرابط بمحافظة عدن التربة تعز اللي هو خط الضباب، لكن هذا يظل مهدد وعرضة للاستهداف من قبل هذه الميليشيا ما لم يتم استكمال التحرير وفك الحصار كليا. هناك محاولات مستميتة من قبل هذه الميليشيات المجرمة لإعادة قطع هذا الخط الوحيد والشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز التربة ومحافظة عدن والخط الرئيسي الجزيلتي. هناك خطوط فرعية عبر الطبر، لكن هذا الخط الرئيسي الجزيلتي، إلا أن هناك استناتة من الشباب وثبات صمود وصلابة ويعني فائقة الوصف. نحن نطالب نعم، تمكننا من تثبيت الانتصارات، وهذه نقلة نوعية في يلحظها المقيمون لأداء المقاومة الشعبية بمحافظة تعز. كنا في فترات سابقة نحقق انتصارات ومن ثم انحسار، لكن بفضل الله على الدرجة الأولى وأخيرا ثم الارتقاء النوعي والكمي لأداء المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة تعز، تم الترتيب وتم التدريب وتم حفظ المكتسبات التي تحقق على الأرض. قد يكون التقدم بطيء إلا أنه ثابت وراشق ولا تستطيع الميليشيات أن تتقدم شيء، هي بتقهقر. وعند التحالف اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى، وبالذات عندما أصبحت الملاحة الدولية عرضة للاستهداف وأصبح العالم بأجمعه يذوق مرارتها ومخاطر هذه الميليشيات المبرية التي تم التحذير منها من وقت مبكر، وظنوا بأنها ستكون دائرة اختلافها محصورة بين أحزاب وفئات داخل المحيط الجغرافي الداخلي لليمن، وإذا بها تضر بالجوار وتضر بالإقليم، واليوم أصبح ضرها يصل العالم. نعم، فالعالم نعم. اليوم ودول التحالف بالذات مقاومة تعز والجيش الوطني حتى يصلوا إلى باب المندب. نعم، وصلت الفكرة أستاذ محمد. نعم، شكرا جزيلا لك محمد النقيب القيادي في المقاومة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني يتحدث الأستاذ محمد في بداية حديثه أن القصف ما زال مستمرا حتى اللحظة، الحصار يطبق على العاصمة على تعز، الطريق التي كانت تقطع في 10 دقائق أصبحت تقطع في 7 ساعات، كيف تعلق على هذه النقطة؟ هذه امتداد طبيعي للمعاناة التي تعانيها تعز منذ سنتين. هم يتلذذون بإيذاء سكان تعز، كما قال الأخ محمد النقيب يعني بكلامه الطيب هذا، أن تعز هي فسيفساء وطني جمعت أبناء كثير من اليمن فيها، والآن هي لأنها تحمل مشروع وطني كبير تحاول الميليشيات تدمير هذا المشروع، لكن هيهات. النقطة الهامة التي ذكرها الأخ محمد أن تعز استطاعت الآن أن تحافظ على الانتصارات التي حققتها في الآونة الأخيرة، وهذا شيء طيب، وأدى ذلك إلى هستيريا لدى هذه الميليشيات التي تحاول قدر الإمكان إلحاق ضرر كبير بالمنشآت، بالمدنيين، بالسكان، حتى تشفي غلها من هذا الانتصار الساحق أو الكبير للإخوة في المقاومة في تعز. الأخوة في المقاومة في تعز الآن استطاعوا أن يبنوا عبر خبرات متراكمة فنون قتالية متميزة، استطاعوا رغم قلة الإمكانيات لديهم استطاعوا أن يواجهوا ألوية للحرس الجمهوري مدربة مهيئة لعشرات السنين. هؤلاء هم مدنيون، تصوري أن أحد قادة الجبهة هو أستاذ رياضيات والآخر أستاذ كيمياء وذلك طبيب وهذا مهندس وهذا أكاديمي، هم مدنيون. تعز لا تقاتل منذ زمن بعيد، لا تجيد إلا الكلمة، تقاتل بالكلمة بالحجة بالعلم بالمعرفة، هذه قوة تعز.
للأسف اضطررنا في تعز أن نحمل السلاح دفاعاً عن المدينة ودفاعاً عن أهلنا هناك. لولا ذلك لما حملت تعزيون السلاح، هم حملت أقلام، هم حملت مشروع وطني، هم حملت نهضة، هم حملت هم وطني كبير، يبحثون عن دولة لليمنيين جميعاً تساوي بينهم. لا يريدون أبناء تعز أن يتصدروا المشهد السياسي، ولا يريدون أن يتصدروا المشهد العسكري، فقط يريدون أن يساووا الناس جميعاً عبر إقامة دولة اتحادية عبر الأقاليم، كي يشارك الناس كلهم في الحكم المحلي، يشارك الناس في اقتسام الثروة واقتسام السلطة. هذا المشروع الوطني هو الذي يجعل عبد الملك الحوثي ويجعل علي عبد الله صالح يدمران هذه المدينة بهذا الشكل الوحشي البشع. نعم، يعني هناك من يتحدث دكتور أحمد أن تعز الحاضرة في وجدان الجميع، ولكنها للأسف منسية بالنسبة للحكومة الشرعية، رغم أن الأستاذ محمد يعني يتحدث عن دعم من قبل الشرعية وقوات التحالف، ولكنه دعم يسير كما تفضل، لم يستطيعوا من خلاله كسر الحصار ولو من جهة واحدة، هذا الحصار المطبق على مدينة تعز وسكانها. للأسف الشديد هنا سأقول الحقيقة، لحد الآن أنا أعاتب، لن أعاتب التحالف العربي ولا التحالف الأجنبي، سأعاتب الحكومة اليمنية والرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس الحكومة بن داغر. رئيس الحكومة حتى الآن هو في عدن، وعدن تبعد عن تعز 150 كيلو تقريبا، حتى نريد منهم حتى زيارة إلى منطقة التربة، تشجيع الناس هناك. تعز تقاوم منذ سنين ونجد حتى لا يوجد وزراء يزوروا تعز حتى الآن. تعز ليست في المريخ يا أخي، تعز هناك تقاوم، والمقاومة لديها أراضي شاسعة استطعت أن تؤمنها. لماذا لا تقوم الحكومة بزيارة هذه الأراضي؟ لماذا لا تتفقد حالات الناس هناك في تعز عن قرب؟ ترى ملف الجرحى بشكل قريب، ترى ماذا تحتاجه المدينة. ذلك أيضا إن شاء الله في الأيام القادمة نرى زيارات لكبار المسؤولين بحجم نائب رئيس الجمهورية علي محسن، هو يتفقد الجبهات الآن في مارب وفي بعض المناطق، أعتقد قد يزور الشبوة بين الحين والآخر وحضرموت، لماذا لا يزور تعز كذلك؟ نعم، برأيك أنت دكتور أحمد، ما المانع الذي يجعل بعض الوزراء من ذهب لتعز على الأقل لعلاج بعض الملفات التي يمكن علاجها، مثل ملف الجرحى، مثل ملفات المعونة الإنسانية، وأيضا يعني مساعدة المقاومة في فك الحصار؟ في سابق الأيام تحدثت مع الأستاذ علي المعمري محافظ تعز، وحدثني بأن الرئيس هادي يولي هذا الأمر اهتمام بالغ، ولكن حتى الآن لم نجد ذلك على الأرض. صحيح أن هناك أولويات كثيرة لدى الحكومة، الحكومة الآن تعاني من شح الإمكانيات، تعاني من أزمات كثيرة، لكن هذا لا يعيقها أو لا ليس عذرا لها أن تتجاهل تعز بهذا الشكل. نأمل في قادم الأيام أن تتضح الصورة للحكومة بشكل أكبر عن معاناة تعز، لأن تعز هي بداية النصر ستكون إن شاء الله من تعز، بداية الثورة كانت من تعز، وبداية النصر الحاسم ستكون من تعز. بمجرد انحسار الميليشيات في تعز إن شاء الله سوف يكون ذلك له دافع كبير لدى كافة الجبهات في الشمال وفي الوسط وفي كل المحاور، بحيث أنه نخلق انتصار حقيقي حاسم على هذه الميليشيات. إذن أستاذ عفوا دكتور أحمد، يعني تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أميرة أحمد الناشطة المجتمعية من تعز أيضا. مساء الخير أستاذة أميرة. مساء الخير أستاذة أميرة. يعني ما زال الحوثيون يفجرون المنازل، ربما آخرها وليس بالأخير يعني تفجير أحد المنازل في الجحملية، ما الذي يحمله هذا التفجير من دلالات برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البارحة كانت قاسية على ابنها، وكانت انطلقت فيها تعذيب قذائف من كل اتجاه، وكان من ضمن ما عبثت به ايدي الميليشيا هو تفجير منزل ماجد غانم تسليميا، كما تم المواطنين في اطراف الدعوة شرق المدينة. وكذلك اليوم تم إعدام أحد المواطنين في حضران لأنه لم يرضى للقوة الميليشيا أن تتمركز في بيته وقضاء الخروج. نعم هذا كله
نعم طبعا. أستاذ أميرة، يعني برأيك هل نحن بصدد حملة تنكيل واسع تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين والمدينة؟ عفوا ما يعني الميليشيا تقوم الآن بحملة واسعة بتعذيب المدنيين والمدينة بهذا القصف المستمر وأيضا تفجير بعض المنازل، هل هذه حملة مهدفة لهذا الشيء لوصول المدنيين إلى مرحلة من عدم الصبر لكل ما يحدث عليهم؟ فعلا هذه ممنهجة والغرض عمل كتم على أبناء تعزيز من خلال يتم تحفيزهم في عيشتهم، من خلال يتم تفجير بيوتهم، هذا كله خطة حتى يضبط أبناء التعزيز، خطة حتى تؤثر، لكن تعزيز لن يلم منها أحد، لن يستطيع أن يضبطوها بأي وسيلة من الوسائل، مهما صار فيها تحدي قوية لن تنهزم. نعم أميرة، يعني فيما يتعلق بالراصدين المحليين هل يستطيعون برأيك توثيق كل الانتهاكات التي تحدث في تعز؟ تعز تعتبر صالة كبيرة للدمار، وكل ما خدمة في يوم من الأيام حادثة في نفس اليوم تكرر الحوادث لأكثر من حادثة في نفس اليوم، ويصعب الراصدين رفض هذه الحوادث المختلفه، فيعملوا بقدر الاستطاعه لرصد كل الانتهاكات الحوادث التي تحدث، يتم رصدها بكل ما يستطيعون من قوه رغم الامكانيات، رغم ان الحوادث هنا كثيره، يعني تعز مدينه كبيره مساحتها كبيره، وكثره الانتهاكات التي تحصل فيها يعني تريد منا عمل اكثر وجهود كبيره كثرة الانتهاكات اللي تحدث. نعم إذا شكرا جزيلا لك يا أميرة أحمد الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. دكتور أحمد، يعني يبدو أن الوضع في تعز ليس فقط العسكري وما يحدث أيضا من قصف للمدينة، هناك وضع إنساني وصحي سيء للغاية. دعنا والسادة المشاهدين نذهب لمشاهدة هذه المادة يتحدث فيها بعض المواطنين عن الوضع الصحي هناك. وجب على الحكومة الشرعية بالنزول بلجنات طبية على مستوى المحافظات والتي انتشرت فيها الأوبئة وخاصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات المخلوق الصالح على مشارف المدن من حصار من عدم دخول الأدوية والعلاجات، وخاصة بانتشار كثير من الأمراض والأوبئة في الأيام الأخيرة، وكان من أبرز الأمراض هو حمى الظنك والملاريا والكوليكلير الذي أدى إلى كثير من الحالات بالموت. المفروض من أصحاب الوعي أن يقفوا أولا بالإرشاد، ثانيا بتوعية المواطن بتجنب الأشياء الضارة لهذه الأمراض، ثالثا بأخذ المخلفات من جوار البيوت من السائلة من الأشياء التي تعطي هذه الأمراض. وانتشار هذه الأمراض المفروض على الحكومة أو الحكومة الحالية، حتى لو كنا نفقد الحكومة في هذه الأيام، مكافحة هذه الأمراض، هذا واجبنا، لأنه انتشار مرض واحد بيؤدي إلى عدة أمراض أخرى. باعتقادي أن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن مكافحة الملاريا ورفع القمامة وحتى لا تنتشر الأوبئة والأمراض. نحن نشاهد القمامة متكدسة في الشوارع وتظل لعدة أسابيع، هذه القمامة هي التي تسبب انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة ونحن في ظرف استثنائي والمستشفيات لا يوجد فيها علاجات، لا يوجد فيها إمكانيات لمعالجة مثل تلك الأوبئة. الحكومة الشرعية ملزمة في المناطق التي تسيطر عليها تتحمل كامل المسؤولية، أما المناطق الواقعة تحت رمشية الحوثي والقوات المغلة لعبد الله صالح فتقع المسؤولية عليهم، لأنهم أصبحوا سلطة الأمر الواقع. أما المناطق التي تقع سيطرة الحكومة فالحكومة الشرعية هي المسؤولة عن كل رفع مخلفات القمامة، إيجاد بيئة صحية للمواطنين، توفير العلاجات، أيضا التواصل مع المنظمات والدول المانحة لمساعدة الحكومة.
إذن بعد مشاهدة هذا الحديث من بعض المواطنين دكتور أحمد، يعني كنت تتحدث عن بعض الزيارات التي يفترض أن تقوم بها الحكومة أو جزء منها لمدينة تعز خاصة المحررة، المواطنون يتحدثون أيضا عن واجب الحكومة تجاه مدينة تعز على الأقل طبيا بإرسال بعثات طبية لمعاينة الوضع ولمكافحة الأوبئة التي ربما من المخجل أن نتحدث عن وجودها في القرن 21. نعم نعم، للأسف الشديد كل المشاكل الموجودة الآن، المشاكل البيئية الموجودة بتاعت بسبب نقطة واحدة، هي غياب إدارة حتى الآن أو غياب ميزانية تشغيلية للمحافظة. المحافظة لا يوجد لها ميزانية تشغيلية حتى تقوم بواجباتها. أنا أطالب الإخوة في المجلس المحلي ممثلا بالأستاذ علي المعمري بأن يطالبوا الحكومة الآن، يطالبوا الأستاذ رئيس الوزراء الآن بميزانية لمحافظة تعز، ميزانية تشغيلية حتى تقوم الحكومة بواجباتها. بدون ذلك يبقى كلام، مجرد كلام في الهواء. الحكومة يجب أن تتحرك الآن في المناطق التي حررت، يجب أن تتحمل مسؤولياتها. لا ينبغي فقط البكاء على اللبن المسكوب ولا تعز محاصرة وما إلى ذلك. نحن الآن بصدد كارثة إنسانية حقيقية في تعز. تعز الأكثر كثافة سكانا في المنطقة، ليس فقط في اليمن بل في الجزيرة العربية كامل. وبالتالي انتشار الأوبئة في تعز سيضر كل الإقليم، لذلك ينبغي على الإقليم كله الآن أن يساعد محافظة تعز في هذه الأثناء للتخلص من هذه الأوبئة. المسألة بسيطة جدا. فيما تتلخص هذه المسألة دكتور أحمد؟ يعني إذا ما تحدثنا عن عدم وجود ميزانية، إذا ما تحدثنا عن الحكومة لم تستطع توفير الرواتب حتى الآن، يعني هذه النقاط البسيطة ولكنها تمس الحاجة اليومية للمواطن اليمني. نعم، بدون ميزانية تشغيلية وبدون لمسات حكومية على الأرض سيبقى المواطن اليمني تائه. الحكومة اليمنية الآن بحاجة لإثبات نفسها على الأرض بأنها تقدم البديل، تقدم هي الأم الحنون لكل المواطنين، هي التي تستطيع أن تقدم ثقافة الدولة. وعلي عبد الله صالح والحوثي يقدمان ثقافة الميليشيا، هذا ما يجب أن تركز عليه الحكومة الآن. يجب أن تسعى لنشر الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الآن. تعز أغلبها مسيطر عليها من قبل الحكومة، فيجب أن تتواجد هناك الحكومة بشكل أقوى من مما هو عليه الآن. لأن إذا لم تتواجد الحكومة سيملأ الفراغ علي عبد الله صالح والحوثي ويملأن المدينة دمارا وأمراضا وكثير من المشاكل. نعم، يعني كما لاحظنا في بعض التصريحات التي تحدثوا فيها أن هناك يعني تحميل كبير للحكومة للقيام بواجبها، ويعني الطرف الذي تسيطر عليه الميليشيات هم يعدون حكومة الأمر الواقع كما تفضل أحد الإخوة. يعني هل بهذا الشكل الحكومة يمكن أن تعيد ولو هيبة جزئية، ويعني لها من خلال تقديم هذه المعونات التي يفترض أن تكون يعني في متناول يدها، خاصة يعني وكما تفضلت أن الإقليم يفترض به أن يتساعد مع هذه النقطة الخاصة بالأوبئة؟ أعتقد ذلك، لأن لا معنى لعودة الحكومة أصلاً إذا عدن، إذا لم تكن هذه العودة مكللة بنجاحات على الأرض. كان الأفضل أن يبقوا في فنادق الخليج، الآن هم عادوا لعدن وانتقل البنك المركزي مرحلياً إلى عدن، فيجب الآن الخطوات اللاحقة، وسيبدأ إن شاء الله تصدير النفط والغاز من مأرب وشبوة من المناطق المحررة، وستبدأ تدفق الأموال إلى خزينة البنك المركزي. قبل ذلك نطالب الإخوة في الخليج أيضا بمد يد العون في هذه المرحلة. ليس من حقيقة ليس من السهولة الآن أن تقوم الحكومة اليمنية كانت في المنفى ثم تعود ثم تقوم بواجباتها بلحظات سريعة. يجب أن تقوم خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات، يجب عليهم الآن دعم الحكومة على الأرض بحيث أنها تتلقى أموال والحكومة أيضا تنفذ خدمات تمس المواطنين وحاجاتهم، وبالتالي عبر أمور شفافة ومحاسبة دقيقة، وبالتالي سوف يرى الناس الفرق بين ثقافة الميليشيا وثقافة الدولة، وستتكاتف الشعب اليمني برمته مع الدولة إذا رأى الناس، إذا أحسوا أن هناك خدمات تقدم لهم. نعم، يعني طيب على صعيد التحركات الإنسانية دكتور أحمد، ما الذي يمكن عمله تجاه هذه الانتهاكات التي تحدث يومياً؟ قبل الحديث عن هناك انتهاكات إنسانية، أنا أحب من خلال قناة البلقيس المميزة
أن أناشد أبناء تعز في الداخل والخارج. ينبغي أن نساهم جميعاً أبناء تعز في انتشال المحافظة من هذا الوضع المزري. ولو بإمكانياتنا المحدودة، أولاً يجب أن تكون أولويات كل أبناء تعز بمختلف مشاربهم الفكرية والثقافية، هي الأولوية الآن هي فك حصار تعز. وأناشد ولو أننا قد مليت من المناشدات، لكني ما زلت أناشد ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح بالخروج من تعز. نحن نريد سلام في اليمن، لا يمكن تحقيق سلام ونحن نتحدث عن قصف مدنيين. لنبدأ خطوات السلام بفك حصار تعز، مستعدين أن نعمل بشكل مع المجتمع الدولي ومع الداخل والخارج لتقديم مبادرات سلام حقيقية، مبادرات يقودها يمنيون كذلك. لماذا فقدنا الأمل بالسلام إلى هذا الحد؟ الحرب يجب أن تتوقف في اليمن، الناس متضررون شمالا وجنوبا في كل المناطق الآن. هذا هراء عبث حقيقي، نذهب إلى الجحيم كلنا لأسباب واهية. مشروع العودة للسلطة عبر السلاح الذي قام به عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح مشروع فاشل. الشعب اليمني تصدى لهذا المشروع، يجب أن يعترف بأن هذا المشروع قد فشل. الآن يجب أن نتجه نحو السلام، يجب أن نتجه نحو إيقاف هذه الحرب المدمرة لقدرات الشعب اليمني التي سيدفع ثمنها الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية في هذا البلد. نعم دكتور، إذن الاطلاع أكثر على الوضع الصحي في تعز. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد الدميني، رئيس قسم الطوارئ الباطني في مستشفى الثورة من تعز. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. نعم، يتم تناول الحديث الدكتور عن انتشار بعض الأوبئة في تعز، حدثنا عن ذلك. نعم بالفعل، مؤخرا ظهرت عندنا عدة أوبئة، هي كانت موجودة مسبقا ولكن مؤخرا زادت انتشارا، مثل مرض الملاريا وكذلك حمى الضنك بالذات في المناطق الغربية للمدينة. أتت إلينا هذا الشهر أكثر من 35 حالة من الملاريا وحمى الضنك، وتوفيت حالة بالحمى النزفية، وأيضا مؤخرا لاحظنا بداية ظهور للكوليرا. بالأمس توفيت حالة بالكوليرا لدينا في مركز الطوارئ الباطني. هذا بالنسبة لانتشار الأوبئة بسبب إغلاق معظم المراكز الصحية في المدينة. هناك أيضا مشكلة أخرى وهي مركز الكلية الصناعية. اليوم أعلن مركز الكلية الصناعية في مستشفى الجمهوري إغلاقه لنفاذ المستلزمات الطبية للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي. نعم، مستشفى الثورة أيضا يعاني من عجز شديد في الميزانية. حاليا الموظفين في مركز الكلية الصناعية لا يستلمون أي مستحقات مالية ويعملون مجانا، يعملون بشكل تطوعي، وإن استمر الوضع على ما هو عليه قد يغلق أيضا مركز الكلية الصناعية في هيئة مستشفى الثورة. أكثر من 450 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت البطيء إن أغلقت هذه المراكز. لدينا أيضا في مستشفى الثورة مركز الطوارئ الجراحي. مركز الجراحي اليوم هو آخر يوم لتوقيع العقد مع الهلال القطري، يعني لازم الفترة اللاحقة هي مجهولة لدينا، يعني نعاني من عدة مشاكل صحية في المستشفيات الحكومية. نعم، ما مدى دقة المعلومات المتعلقة برصد الأوبئة دكتور أحمد؟ يعني هل هناك من يتم رصد الأوبئة خاصة بظهور الكوليرا؟ يعني أمر مؤسف أن نتحدث عن الكوليرا في هذا الزمن. نعم، كما تعلمون أن مكتب الصحة حاليا معطل، ولكن مؤخرا تم تكليف الدكتور فارس العبسي بإدارة مكتب الصحة، ولكن حتى الآن لا يوجد هناك برامج لرصد الأوبئة أو للبرنامج وقائي أو كذلك لمراكز للمعالجة. أيضا لدينا مشكلة في مرض السل. نعم، مركز السل في المدينة مغلق، واضطررنا لفتح وحدة مكافحة السل في مستشفى الثورة، ولكن حاليا نفتقر للعلاجات، نفتقر أيضا للمواد المخبرية للتشخيص، لم نستطع من إدخال المواد وإدخال الأدوية من الحوبان. الأدوية تأتي عن طريق منظمة الصحة العالمية
إلى الحوبان وإن تم يتم إدخالها للمدينة، ولكن حاليا لم نستطع إدخالها للمدينة. نعم، إذن كيف يمكن دكتور أحمد مواجهة تلك الأوبئة في ظل غياب النظام الصحي وأيضا الدعم الكافي؟ حاليا يجب أن يقوم كل بدوره. نعم. أولا المجتمع يقوم بدوره بالتوعية من خلال مكافحة البعوض بالذات لمرضي الضرك والملاريا. نعم. وأيضا في حال حدوث أي من هذه الأعراض التوجه مباشرة لأقرب مركز صحي أو أي مستشفى لإجراء الفحوصات. يتطلب أيضا دعم مجتمعي ومنظمات والحكومة أيضا للمستشفيات الحكومية لمواجهة هذه الأمراض بالتحاليل المخبرية، بالكادر الطبي، أيضا بالأدوية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدميني، رئيس قسم الطوارئ الباطني أو مدير قسم الطوارئ الباطني في مستشفى الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، هناك من يطرح مسألة ازدواجية المعايير على صعيد ملف حقوق الإنسان من قبل الأطراف الدولية، ما رأيك؟ نعم، للأسف الشديد ملف حقوق الإنسان أصبح معيارا فضفاضا في هذه الأيام، يتناوله السياسي ويتناوله الحقوقي. كثير من السياسيين يحاولون تناول الملف أو يطوعوا الملف الإنساني لمصالحهم الذاتية. عموما دعيني أعلق قبل ذلك على كلام الأخ دكتور في تعز، وأحيي كافة الأطباء في تعز على جهودهم الجبارة. أنا أناشد الآن كما قلت المجلس المحلي وأبناء تعز وأعضاء مجلس النواب المنحدرين من محافظة تعز وغيرهم من اليمنيين كافة أن يتقدموا لكافة الدول للجهات المانحة الدولية وشرح معاناة تعز بشكل أكبر. حتى الآن معاناة تعز لم تجد ذلك الشرح الوافي للمجتمع الدولي في كثير من البقاع. يجب أن يتقدم المجلس المحلي بمشروع الآن للدول حتى الخليج العربية الآن باحتياجات تعز الأولية في مكافحة هذه الأمراض، بمكافحة الأمراض هذه التي يمكن أن تفتك بالمجتمع وتفتك كما قلت بالإقليم برمته، لأنها أغلبها تنتقل عن طريق العدوى. وبالتالي عبر خطوات ملموسة الدولة يجب أن كما قلت أن توفر ميزانية تشغيلية، المجتمع المحلي يجب أن يساهم في توعية الناس في بأخطار هذه الأمراض، وأيضا التحرك خارجيا لجلب أموال لمكافحة هذه الأمراض في تعز. فبالتالي الجهود متطلبة الآن من كافة القطاعات الشعبية، منظمة المجتمع المدني، من الأحزاب، من أعضاء مجلس النواب، من الجميع بدون استثناء. نعم، ماذا عن الزيارة الأممية التي ربما جاء بعضها إلى صنعاء، ولكن يعني يتم دائما تجاهل المسألة الإنسانية في تعز دكتور؟ المسؤولين الدوليين يقولون أن في تعز هناك منطقة حرب ويجب أن نزورها، هي مغالطات حقيقة. للأسف الشديد أن نجد مسؤولا أمميا يزور منطقة ويترك أخرى. تعز كثافة سكانية هائلة، بشرية هائلة، يعني لا يجب تجاوز مشكلة تعز بهذه السطحية. مع ذلك نحن نأمل من المنظمات الإنسانية في العالم أن تعي مشكلة تعز، ونأمل أيضا من الداخل في تعز شرح هذه المشكلة للخارج للإقليم. يجب ألا نخجل، معانا مشكلة في تعز الآن مشكلة إنسانية متفاقمة، يجب أن نتحدث الآن عن طريق مشاريع، يجب أن نتحدث عن مشاريع صحية تنموية في تعز. يجب المجلس المحلي أن يطلع بصحيح أن الميزانية قليلة، ولكن يجب أيضا أن يخرج من القمقم ويتحرك في الإقليم، يشرح معاناة تعز للصندوق الكويتي، للصندوق الزكاة الكويتي، للإماراتي، للقطري. أنا متأكد أن الإخوة في الخليج لن يبخلون عن في مد يد العون لتعز في هذه الفترة، الناس كلهم يعوا ذلك. أنا لدي أصدقاء أكاديميين من كافة الدول الخليجية كلهم يعرفون معاناة تعز. سنتحرك جميعا لشرح معاناة تعز للجميع، بحيث أن احنا نصل إلى مرحلة أننا نستطيع أن نصل أن نحصل على ميزانية تشغيلية معقولة تؤدي إلى درء هذه الأمراض في المستقبل المنظور. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدبعي، الكاتب الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. ربما ما زلنا نكرر، هذه ليست الحلقة الأولى ولن تكون الأخيرة عن تعز. سنظل نطرق باب تعز 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 حتى
يستفيد كل من يعني يتحمل جزء من المسؤولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدينة تعز والمدنيين. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.